والله علينا ادمعنا بانه تم سلام وبانه الناس امنوا يرجعوا يزرعوا ويجوا الى حكوره معسكر زمزم. على الاسف ما لقينا امن يا سيد الوالي. انا هنا بنطالب امني فورا وبنطالب فك الحصار لقلاب وطويله وخرى المحصوره بجنجويد. وانا سميت عليه في اذاعه الفاشر الصباح قالوا المشكلة دي قبلية، لا قبلية ولا جهوية، أن إحنا المشكلة دي مشكلة جنجويد. هو مصلحين والمواطنين القاعدين في قرى طويلة حوالي كله ما في زول مصلح، الخوي على الضعيف. المشكلة لو بنحل الخوي على الضعيف لا للمشكلة نهائيا. أن إحنا ما عندنا مشكلة قبائل، وبنسمع في إذاعة الفاشر في تواريخ وفيها أحداث بيرفع خلط. أن إحنا كمرأة في معسكر زمزم كنازحين وما في طويله، اخواننا في طويله، اللي الحدث حصل في طويله بكره بنتوخى يحصل في زمزم، بعد بكره بنحصل نفس الحدث يجي جوا الفاشر، وفاشر هنا ما معمل، وزمزم ما معمل، وطويله ما معمل. ان احنا بنطالب الامن فورا الليله قبل بكره، وان احنا دايرين يا سيد الوالي ارفع الرساله دي لوزاره الحمدوك، لسيد حمدوك تشكيل الامن الليله قبل بكره، لانه المشكله دي كلها بتجي عدم تشكيل الامن. الليله لو الامن ده مشكل، هو لو ما اثر الامن ده الليله الاحداث ما بتحصل كده. ان احنا اتوخانا بانه سلام تم وفرحنا نفس الكيزان ونفس الارزقين وهم قاعدين بيعملوا المطارس. ده مطارس من اشخاص معينه وناس حافظين لهم حفظ، وزول مطارز ده في جهه من الحكومه جوا هنا بخت له. انا امس جيت الساعه 8 ونص هنا في عمانه الحكومه، الساعه 8 شيخه دخلت جوا في مطارس داخل جوا عمانه الحكومه، ما بخلوك تصل لحاجه الشريف ده، ما بخلوك تصل له. وهم الكلام البودي ده بودوا كلام خلط، اي كلام اللي انت تقوله بوديهم لمصالح نفوسهم. نحن كنازحين ونحن كمظلومين دايرين تغيير مكتب الامن بتاعت الحكومه جوا هنا ده، كلهم عرزقين ونفس الكيزان. كرروا تاني كرروا تاني نفس الكيزان، بس خيروا منهم زول واحد بس في مكتب الوالي. نحن ما دارين الكيزان ده قاعدين نهائيا، ما دارين نقدر نتخاطبوا معاهم. والكيزان اللي يوجد في داخل الفاشر في المناصب العليا في منظمات حقنا ده باخذ من حقنا. نحن ما دايرينهم تماما، ابناء النازحين وابناء القرى. ان احنا يجيب لنا زول شريف واحد احسن من 500 كوس، ما دايرين اي كوس في داخل الحكومه ولا الشمال دارفور هنا. دايرين تغيير مكتب الوالي الليله قبل بكره يا سيد الوالي. انت اذا جابك تروس وجابك الثوري وجابك الشارع، السلطه قال لقيته من الشارع، وانت نادلت 30 سنه، وانت برضه من الناس اللي دخلوهم في السجون، وانت عارف اي حاجه. ان احنا اذا دارت عصرنا بنفسي احتدم كوزك، ما نحتاج ان نركزن اي كوزة يتحاسب حسب جريمته يا سيد الوالي. اتاكد الكلام ده يا سيد الوالي. ان احنا اغتصاب بتاعت النساء 4 مرات مغتصبين في قلاب هناك، امس جابهم بالاسعاف، انا شفتهم بعيوني، وتاني جاب نفرين تاني بيقوا 6 مرات مغتصبين. الليلة من هنا تتحرك لشهداء دين، وتتحرك للناس في المستشفى، وتتحرك للنساء اللي اغتصبت. ان احنا المجرمين اللي اغتصبوا النساء وقتلوا الشهيد وجرح الناس ضارين قدم الليلة قبل بكرة. وانت اذا اتخذت قرار ما في ذلك خارب قرارك، المجرمين ده حيصلوا ان شاء الله.